تتسول الدراري كاملين، حتى شي واحد فيهم ما عندوش ذاك الثمن باش غيمشي يمشي يلعب ب 200 درهم. حنا فاتحين الملاعب ديالنا بالمجان، خصك تخلص باش تدخل تلعب. باش ان تتم الاستمراريه ديال هذه الجمعيه وديال هذا العمل ضروري من ان يكون مثلا واحد الواجب اللي هو متعارف عليه. وتنجوب الناس اللي ما كاينش كاع في السوق هما اللي يستافدوا. هذا عنده الحق يستافد. انا ما عنديش، انا شاري ب 4.5 مليون مستفيد. راه هو اللي ما قامش بالواجب ديالو، ما عندوش امكانيات او تخوف. هنا فين تخلقت هذه الاسواق على اساس باش تضم هاد الباعه الجائلين وتحافظ على الكرامه ديالهم. ها المحل ها هو موجود وما باغيش يجي يبيع ويشري فيه، ما باغيش يبيع ويشري لداخل، ما باغيش يتأثر، هو دا على داك الطبع. كل هذه المعطيات تتابعونها في 45 دقيقه في حلقه بعنوان فضاءات القرب تحت المجهر، متى لحد على الاولى.